السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا، نشرة جديدة موجزة من قناة الشروق أقدمها منى عبد الهادي، أهلا بكم. استنكر حاكم إقليم دارفور ماني أركمناوي جرائم ميليشيا الجنجويد الإرهابية في شمال شرق كتوم بحق مواطني منطقة بريديك، لافتا أنها تكرار لما جرى في ود النورة والسريحة ولا تقل عنها. وأضاف أن أهالي بريديك وهم مواطنون عزل يتعرضون لهجمات شرسة من الميليشيا بدوافع عرقية واضحة، حيث استباحت الميليشيا الإرهابية المنطقة بالكامل وأحرقت أكثر من 20 قرية ونهبت الممتلكات. واستدرك مناوي بالقول يبدو أن الخطط با أصبحت واضحة للجميع، كما ذكر قائد ميليشيا آل دقلو، وهي نقل الحرب إلى دارفور بما يعزز القتل والنهب على أساس عرقي. تصاعدت الانتهاكات والاعتداءات التي ترتكبها قوات الدعم السريع بحق المساجد وخلوات تعليم القرآن الكريم في عدة مدن سودانية، مما أدى إلى تدمير وتخريب العشرات منها. وعلى مدار الأشهر الماضية تعرضت مساجد لحوادث مأساوية أودت بحياة العشرات من الأئمة والمصلين، وأثار استهداف دور العبادة المتكررة القلق والخوف في نفوس الأهالي والمصلين فيها. وتشير مصادر إلى أن العديد من المساجد في العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة، بالإضافة إلى مدينة أم درمان وبحري ومناطق مختلفة في دارفور، تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة القصف المدفعي الذي نفذته قوات الدعم السريع، وأسفر عن تدمير بعض المساجد بشكل جزئي أو كلي، بينما تم تحويل أخرى إلى مواقع عسكرية ومخازن للأسلحة. جددت اللجنة العليا للتنسيق مع الأمم المتحدة برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام الفريق مهندس بحر مستشار إبراهيم جابر التزام الحكومة بتسهيل إجراءات انسياب المساعدات الإنسانية عبر المعابر المختلفة. وتطرق اجتماع اللجنة إلى كافة القضايا ذات الصلة بحماية المدنيين. وقال وزير الثقافة والإعلام دكتور جراهام عبد القادر في تصريح صحفي إن اللجنة تطلع بمهام سيادية، تأكيدا على اهتمام الدولة بتسيير عمل المعابر والمطارات ومراجعة الآثار المترتبة على انسياب حركة المعابر. من أخبار العالم حولنا، انتقد الرئيس الأوكراني زيلينسكي حلفاء كييف بسبب تقاعسهم واكتفائهم بالمشاهدة، وناشدهم اتخاذ إجراءات للتعامل مع كوريا الشمالية التي تعهدت بالوقوف إلى جانب روسيا حتى النصر في أوكرانيا. وقال زيلينسكي إن أوكرانيا حددت كل موقع يتمركز فيه جنود كوريا الشمالية في روسيا، لكنه قال إن حلفاء كييف الغربيين لم يزودون بالأسلحة بعيدة المدى اللازمة للتعامل معهم. وتأتي انتقادات الرئيس الأوكراني للحلفاء عقب تأكيد وزيرة الخارجية الكورية الشمالية توشوي سون هوي من موسكو أمس أن بلادها ستقف بجانب روسيا حتى تحقيق النصر في أوكرانيا. تسلمت عائلة الشهيد الفلسطيني يحيى السنوار رسالة بعثها لعائلته وصلت بعد يومين من استشهاده. أوضح فيها ظروف استشهاد ابن أخي إبراهيم محمد السنوار القيادي البارز في كتائب القسام الذي كان يرافقه. رسالة أشارت إلى أن إبراهيم قتل في قارة إسرائيلية استهدفته عندما خرج من فتحة نفق لكشف تحركات القوات الإسرائيلية، لكن العائلة لم تستلم الرسالة إلا بعد مقتل السنوار بيومين، ما يعني أن إيصالها استغرق أكثر من شهرين لصعوبة وتعقيد الظروف الأمنية التي كان يعيشها السنوار في ظل الملاحقة الإسرائيلية. وأوضح السنوار في الرسالة ظروف مقتل إبراهيم ومكان دفنه في نفق تحت الأرض، مؤكدا لهم أنه صلى على جثمانه. في ختام هذه النشرة متابعينا، تقبلوا تحياتي وفريق العمل، في أمان الله.